جينا نتكلموا على ثلاثة نقاط فيما يخص الرد على الشخص اللي جاء البارحة وتتهجم على هذا المعرض وتدعي أنه صاحب المعرض، والحقيقة أن المعرض هو في اسم الجمعية المغربية لمقاولة الصحة، وحنا هاد الشهادة هذه تسلمناها واحد المدة في أوائل 2022، يعني تسلمناها قبل من التاريخ اللي تسلمناها أن المدعي تدعي أنه تسلمها في شهر جوج 2022، حنا تسلمنا الشهادة في شهر واحد 2022. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية كيدعي أنه الشخص اللي تدعي أنه حنا تنتحلوا الشخصية ديال أن تحنا شخصية ديال واحد تطفل على المهنة، وإحنا جمعية مغربية تحتوي على عديد من المنخرطين اللي هما أصحاب الميدان وهما لهم الحق والأسبقية في تنظيم هذا المعارض. الشخص اللي تدعى أن المعرض نتاعو هو غير موجود معنا في الجمعية وغير مهني بتاتا، لأنه هو تنظم المعارض ولا علاقة له مع المهنيين. هذه جمعيات تضم المهنيين ديال قطاع قطاع مواد الأسنان، وبالتالي لا علاقة له مع هذا القطاع. النقطة الثالثة أن تدعي أن عنده هيئات وطنية، الهيئة الوطنية للنقابة الوطنية والهيئة الوطنية للأسنان أنه تدعمه. وفي الحقيقة احنا السؤال المطروح اليوم، هذه الهيئات الوطنية واش عندهم معنا مشكل؟ لأنه أنا لا أنا مانع، لأنه عندنا علاقة وطيدة مع جميع الهيئات الوطنية، لا النقابة الوطنية ولا الهيئة الوطنية ولا الجمعية المغربية للفم والوقاية الفم والأسنان، كلهم عندهم علاقة جيدة مع الشركات. النقطة الرابعة هو جميع الشركات اللي تتواجد هنا هما شركات معروفة، يعني أصغر شركة فيها أنه تتعدى 30 40 سنة، هنا في أكبر شركات وأكبر العلامات التجارية المسجلة في المغرب هي حاضرة اليوم. الدورة الأولى كنا بدينا ب 30 ولا 34 شركة، اليوم كانت تعداو 56 ولا 58 شركة حاضرة، هما شركات معروفة في السوق، وبالتالي يعني ما كاينش لبس هنا في القضية. النقطة الخامسة اللي بغيت نشر لها واللي المدعي أنه حنا انتحلنا شخصية ديال وطفلنا على هذا الميدان، هذا الميدان هذا المؤتمر هو مخصص لأطباء الأسنان، واليوم يمكن لكم تشوفوا المحاضر وتشوفوا الناس اللي مسؤولين على الاستقبال والتسجيل، ما يفوق على 1500 طبيب اليوم توصلنا لليوم، وحنا يلا في اليوم الثاني وبقى في اليوم الثالث، وهذو أطباء أسنان مسجلين عندنا بوثائق بلي كارت بروفيسيون تاعهم، ويمكن أي واحد للصحافة جميع المنابر الإعلامية وطنيا أنه يمكن تجي اليوم ولا غدا وتشرف في المعرض وتشوف هذا التسجيل، أنه اليوم تنتوصل 1500 وتنطلعوا إن شاء الله باش نفوتوا 2000 ولا 2500 في نهاية هاد الدورة الثانية. وبالتالي حنا الجمعية المغربية لمقاولة الصحة حنا الممثل الوحيد والممثل الشرعي لهذا المهنة، وحنا المخولين الوحيدين اللي يمكننا ننظموا المعارض في المغرب، لأنه ما يمكنش ولا يعقل أنه واحد لا علاقة له بالمدن كجميع الهيئات وكجميع الجمعيات في المغرب أنه الجمعية هي اللي كتنظم اللقاء نتاعها. اليوم هاد الناس الجمعية هما اللي منظمين، ما منظمش شي واحد. إلا جيتو درتو استجواب مع العارضين فهم أصغرهم عنده لم يفوق 10 سنوات 15 سنة 20 سنة في المهنة، وبالتالي نحن أصحاب المهنة، نحن من لا يحق لنا الحق باش ننظم هذا المهنة. أستاذي الفاضل على هذا أنه الشخص كيدعي عنده حكم قضائي بتنفيذ هذا سميتو، لو كان هذا الحكم القضائي ثابت حنا اليوم يعني اليوم الثاني وحنا غدا إن شاء الله مقبل العام الثالث، العلامات باقا وحنا باقين مستمرين والعلامات الشهرية باقين، ويعني هذا افتراء، هذا شخص افترى على المحكمة بإدلاء بوثائق مزورة، أقول مزورة وأكد عليها لأنني لدي وثائق ما يثبت ذلك فيما يخص الشهادة وفيما يخص تصريحات سميتو. جوابا على السؤال أنه إحنا سرقنا هذا الاسم، كما كتشوف حداك مروكان دونتال شو هو اسم مسجل في اسم الجمعية
وحنا الفرق ما بين عالم يدعي انه مروكان من خلال وثائق اللي تيدعي بها له اسم مروكو دونتال شاو، حنا مسجلين مروكان دونتال شاو، دونك هنا فرق كبير ما بين الاسم وفرق في التاريخ. ونقطة مهمة لازم أشير إليها، حنا مسجلين العلامة تاعنا قبل منه، مسجلين قبل ما يسجل. والنقطة الثانية واللي هي مهمة واللي جميع المهنيين والأطباء الأسنان تعرفوا في المغرب، هو هذا الشخص اللي كيدعي أن اسمه التجاري حاليا واللي تيمارس هو مروكان دونتال إكسبو، هو اليوم مقبل هو عنده اسم مروكان دونتال إكسبو. حنا اليوم عندنا اسم علامة التجارية تاعنا هي مروكان دونتال إكسبو، وبالتالي هنا فرق كبير لا على مستوى الاسم لا على مستوى التاريخ اللي تسلمنا به الشهاده، لان حنا قبلنا الشهاده، وبالتالي هذا الشخص جا مورانا وانتحل الشخصيه ديال هو اللي سرق لنا، لان ورجع المصطلح اللي قال ديال السرقه وغنتعمد نقول المصطلح ديال السرقه، هو اللي سرق هذا الاسم. الميساج اليوم بنوصلوا للناس المعنيين هما ما يحكموش على اي حاجه، ولا الصحافه ولا الاخوه اللي جمعهم ولا الناس اللي كيسمعوا ولا المهنيين اللي كيسمعوا، انه خصهم يتبعوا يسمعوا من الطرف والطرف الاخر. اليوم سمعوا من الطرف والطرف الثاني، اليوم جا هذا كلامي جا في اطار رد على ان السيد اللي كيدعي ان احنا سرقنا وان احنا انتحلنا الصفه واحنا اليوم احنا هذا رد في اطار القانون، ولو انه احنا في الجمعيه ترددنا باش 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 نخرجوا بواحد الرد، لانه كان علينا ضغط باش نرجعوا. الرساله اللي بغينا نوجهها للناس اللي معنا، حنا الجمعيه المغربيه لوقايه المقاولات الصحه، هادو شركات وطنيه كتناضل باش تدير واحد الارضيه ديال العمل، واحد الارضيه ديال العمل المشترك مع جميع الهيئات، لا الهيئه الوطنيه ولا النقابه الوطنيه للاسنان ولا الجمعيه المغربيه لوقايه فم الاسنان ولا جميع الهيئات المغربيه. حنا اليوم مستعدين للخدمه مع الهيئات جميعا، وحنا شرعيين. اولا جميع الشركات المتواجده في الجمعيه هي شركات مسجله في مديريه الادويه، وبالتالي جميع الشركات اللي كنخرطوا في الجمعيه تنخرطوا بشروط قانونيه. لا يمكن اي شركه ان تنخرط في الجمعيه الا انها تكون عندها وثائق رسميه وهي الشهاده تجي في مديريه الادويه، وبالتالي جميع الشركات المتواجده عندنا اليوم في هذا المؤتمر هي شركات قانونيه واكد عليها وطنيه، راه ما جاتش من فراغ ولا شركات وطنيه قانونيه تعمل في الميدان لمده سنوات. هناك شركات اللي ما يفوت 40 50 سنه هي في الميدان، وبالتالي نحن اصحاب حق ونحن من يخول لنا ان ننظم هذه الدورات ولا هذه المؤتمرات لطب الاسنان وليس لغيرنا. من لغيرنا اقولها للمره الاخيره، انه من ينظم معارض انه يتطفل على هذا المنى، ونحن شرعيين بوثائق شرعيه، عندنا تصاريح شرعيه، وان شاء الله من خلال هذا المنبر اقول لكم من بعد هذه الدوره الثانيه نحن سائرون وعازمون على ان شاء الله الدوره الثالثه وما بعدها ان شاء الله.